بلاك نصبوا هالقطول هذا ورانا حاطين في بلاصه كيما هذه وشات دخلت في ضرب مفتوح عن الطعام منذ 5 أيام منذ يوم الأحد تحديدا للمطالبة برفع التجميد عن منصبي الذي شاركت فيه ونجحت فيه مع مترشحين آخرين بالطرق القانونية المعتادة الإجراءات كل شيء صحيح التوصي تاعي كونفورم أموري ما شاء الله اجتزت المسابقة نهار إعلان النتيجة التي أحوز على نسخة منها رسمية وأنا على رأس القائمة يعني ناجح بامتياز تم إلغاء المنصب بكل تعسف وظلم ودون أي وجه حق.